كنيسة تحمل لنا من أصالة الفن القبطي القديم وروعة البناء المعماري الحديث. كنيسة مزجت لنا بين عمق القدم وأصالته وبين حداثة الفن وجمال الألوان. إنها كنيسة ماري جرجس، قصر الشمع، مصر القديمة. تعتبر كنيسة ماري جرجس إحدى الكنائس القائمة داخل حصن بابليون. لا نعرف الكثير من تاريخها القديم إلا حسب ما يروي المؤرخ المقريزي. إنها كانت أجمل كنائس القبط بداخل قصر الشمع. ويذكر أن الكنيسة بنيت في القرن السابع الميلادي حوالي عام 684 ميلادية تقريباً بواسطة أحد أثرياء القبط ويدعى أثناسيوس. ويذكر المؤرخ دكتور ألفريد باتلر أن معظم أثار هذه الكنيسة قد زالت الآن، فقد شبت فيها النيران منذ قرن من الزمن، وأقيم على أنقاض هذه الكنيسة البناء الحديث الذي يعتبر أقرب الشبه من النماذج اليونانية البسيطة. وحتى يدخل الزائر للكنيسة يمر بفناء واسع مزروع بالأشجار كعادة الكنائس القبطية القديمة. وللكنيسة ثلاثة أبواب، يقع الباب الرئيسي في وسط الجدار الغربي ويفتح أيام القداسات والأعياد. والباب الثاني في منتصف الجدار الشمالي في الكنيسة. أما الثالث فهو الأصغر، وهو المستعمل وقت الزيارات باستمرار، ومنه يخرج الزائر إلى المعمودية وإلى ساحة جنوبية واسعة بها آثار نافورة رخامية. ولم يبق من آثار البناء القديم سوى قاعة كبيرة تعرف باسم قاعة العرسان، يبلغ طولها 15 متراً وعرضها 12 مترا، والجزء الأوسط منها أقل ارتفاعا من الجانبين. دي اسمها قاعة العرسان، وقاعة العرسان قديمة جدا تقريبا منار الكنيسة، ودي أول قاعة بنيت في القاهرة لإتمام مراسيم الأكاليل برا الكنيسة. ونظامها بيجوا يوم السبت الناس
بعد الظهر العروسة والعريس والأهل علشان يقعدوا هنا ويباتوا طول الليل صحيين، بيعملوا ليلة زي ليلة 7/4 طول الليل صلاة ومدايح في العدرة، وبعدين بيقعدوا العروسة في بلكونة والعريس في بلكونة، ويقعدوا صحيين طول الليل. نظامنا عشان ما يناموش والشيطان يضربهم عشان يبقوا مستعدين لعمل الإكليل يوم الحد الصبح. ويوم الحد الصبح بيروحوا يحضروا القداس ويتناولوا، وبعد كده بيتم رسيم الإكليل هناك في الكنيسة، وبعد كده يزفوهم ويلبسوا الزنار، يقعدوا لابسين الزنار على طول، والزنار يتفك في ثالث يوم. وهنا في سورة العذراء شايلة المسيح وهو صغير وماسك الكرة الأرضية في إيده، وتحتها الملكين الناحية دي والناحية دي. طبعا دلوقتي الصورة مش باينة علشان عوامل التعرية من حر ورطوبة في القاعة. وبعدين في الأرك ده هو موجود حياة المسيح، صور صغيرة جنب بعض بتبين حياة المسيح من يوم بشارة العذراء لغاية يوم الصعود. وهنا بقى الشريط ده كله داير الداير الخشب، في زخرف ورد حلو وجميل. طبعا عامل التعرية برضو عملت فيه آثار كتيرة، لكن إن شاء الله مستنيين الفنانين الكبار اللي حيعيدوا رسم كل الحاجات دي. وهي بما فيها من آثار باقية قطعة رائعة من الفن الأصيل، حيث يظهر فيها أفاريس خشبية مزينة بنقوش جميلة ملونة. ويوجد بالجهة الجنوبية للقاعة نوافذ خشبية مزينة بالزخارف المفرغة في بعض أجزائها، والبعض الآخر مطعم بالعاج. ويرجح المؤرخون أن تاريخ هذه القاعة يرجع إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر للميلاد. أما مبنى الكنيسة فهو أشبه بقاعة فسيحة مربعة الشكل، تشتمل على الصحن وجناحي الكنيسة، وحول الصحن في أركانه الأربعة أعمدة كبيرة حديثة العهد، ويرتكز عليها أربعة عقود كبيرة على شكل نصف دائرة.
والمنبر داخل صحن الكنيسة على قرب من الجناح الشمالي، وهو حديث العهد على مثال المنبر في الكنائس القديمة الأخرى. وفي نهاية الركن الشمالي الغربي من الكنيسة مقصورة بها صورة للقديس ماري جرجس من الفضة المذهبة. كان جانا جسد ماري جرجس من زمان، وظهر ماري جرجس لواحد راهب اسمه أبونا جرجس من دير القلمون، بيقول له تأتيك امرأة معها جسدي، خذه وضعه في كنيستي التي بمصر القديمة. وبعدين فعلا تحقق الحلم، وجسد جت الست كانت محتفظة بالجسد عندها في البيت، فماري جرجس حب يوديه هنا، فظهر لها يوصيها كده. فأبونا جرجس اللي من دير القلمون خد الجسد باحترام شديد ووداه للبابا البطريرك، وجه هنا الجسد باحتفال عظيم. وتاريخ نقل جسد ماري جرجس إلى الكنيسة بنحتفل بيه باستمرار يوم 23 يوليو من كل سنة، وهم ثلاث أعياد للشهيد العظيم ماري جرجس. واحد مايو ده تذكار شهادة الشهيد العظيم ماري جرجس، 23 يوليو تاريخ نقل جسد ماري جرجس إلى الكنيسة، 16 نوفمبر بناء أول كنيسة في اللد على اسم ماري جرجس، وبنحتفل بالثلاث أعياد احتفال كبير. وإلى الشرق من صحن الكنيسة يوجد حامل الأيقونات، وهو عبارة عن ستر خشبي مدهون بالألوان. وتمتد فوق الهيكل الأوسط صورة كبيرة الحجم تمثل السيد المسيح على العرش، وحوله الأربعة كائنات غير المتجسدين. والهيكل الأوسط مكرس على اسم الشهيد ماري جرجس، ويعتبر أهم هيكل في الكنيسة. فهو الوحيد الذي يحوي فوق مذبحه قبة خشبية تقوم على أربعة أعمدة دقيقة وعالية من الرخام المصقول، وبداخلها مجموعة من الرسوم تشمل السيد المسيح على العرش، وخارج القبة تمتد رسومات للملائكة حول الأركان.
وأمام كل مذبح من المذابح الثلاثة توجد السلالم تحت حضن الآب وتتخذ شكل نصف دائرة، وأمامها مجموعة من الأيقونات. وهكذا كانت الكنيسة ولا تزال تحمل صورة مسيحها، تنقلنا لعصور قديمة العهد، فنرى أن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد.